نشكر الله على الإمضاء هذايا، وسعيد برشا اللي جيت النادي الأهلي. يعني ما يستحقش النادي الأهلي أنه شكون يعرف به، نادي كبير، والحمد لله ده بالنسبة لي أنا تحدي كبير إن شاء الله اللي جاي نحب نقدم الإضافة إن شاء الله. المفاوضات بدأت أول في بداية شهر 6، كانت صعيبة شوية من الأول المفاوضات، ولكن الحمد لله وصلنا لاتفاق بين نادي الترجي ونادي الأهلي، والحمد لله فضلت نادي الأهلي على الاسم وعلى تاريخ الأهلي، على نادي يعني أي واحد يتمنى أنه يلعب في الأهلي ويلبس تيشيرت الأهلي. أكيد بطولات، بحلم توج كل البطولات مع نادي الأهلي. أكيد إن شاء الله السنة هذه إن شاء الله حنرجع على الدوري الأهلي. كما قلت لك ما استشرت حتى حد عن نادي الأهلي، حتى ما نجمش تستشير إنسان على نادي معناتها معروف في إفريقيا ومعروف في الوطن العربي. ما تنجمش تستشير في نادي كما هذا، ما تستشير في نادي صغير، أما نادي كبير ما تنجمش تستشير أروح ولا ما أروحش. يعني رحت على طول، وأنا سعيد اللي جيت الأهلي والحمد لله اللي وقعت العقد. أي إن شاء الله معناتها تبدأ في نادي كبير وتجي نادي كبير، يعني ماكش تلقى بإذن الله ماكش تلقى صعوبات مع الجمهور ومع اللاعبين ومع الإطار الفني. يعني أكيد معناتها فما باش تلقى ضغط، كل واحد يحب انه يفوز، معناتها هذه حاجه كل الانديه الكبرى يعني تلعب على التتويجات. لعبت قدام الاهلي عديد المرات، فزنا وانهزمنا. شرف كبير اني اول لاعب تونسي نلعب في نادي الاهلي، وعمري ما تراجعت ولا لحظه اني نرفض العرض ولا اني افكر في العرض. يعني حتى الوكيل لما عرض علي الاهلي قلت له يلا نتوكل على الله، يعني ما نجمش عرض كيما الاهلي، ما نجمش ترفضه.